بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده بإذن الله عن مكتبة برضك من المكتبات المهمة، هي مكتبة الجلايد. مكتبة الجلايد هي بتعرض الصور مثلا من لينكات، يعني مثلا بتديله اللينك من على النت، بتديله اللينك ويعرض هو الصورة في الايمج فيو، تمام، او السيركلر ايمج فيو. ولنفرض مثلا عندي السيركلر ايمج فيو اللي احنا كنا عاملينها من شوية، تمام، اللي هي دي. انا عايز اعرض الصورة دي احطها هنا كده من على النت. طيب اعمل ده ازاي؟ انا مجرد باخد اللينك بتاعها وبستخدم مكتبة الجلايد عشان اعرضه. طيب مكتبة الجلايد استخدمها ازاي؟ طيب بالراحة. مكتبة الجلايد اول حاجة دي لايبراري، فهنحتاج نجيب الامبلمنتيشن بتاعتها. فننزل نجيب الامبلمنتيشن من هنا، تمام. طبعا هتكتب في جوجل ايه زي ما انا كاتب، ممكن تكتب جلايد بس، اندرويد جلايد، جلايد بس، هيجيبها معاك على طول. بعد ما جبناها بقى هنروح على الايه، على الجرادل بتاعنا عادي خالص، نحط الايه المكتبه اللي هي الجلايد. طيب انا دلوقتي مش هستخدم الانوتيشن دي دلوقتي، خلينا بس في الامبلمنتيشن ونقول له ان دي اسمها جلايد، تمام. الفيرجن ده حديث قوي، اشتغلوا فيه في الاندرويد اكس. خلينا احنا نستخدم حاجه قديمه مثلا، خلينا 3.5، تمام، ونعمل سنكرونايز. بعد ما بنعمل سنكرونايز على ما يخلص بقى، بنيجي نرجع هنا عندنا في الايه، بنبص على البروجكت اللي احنا عاملينه بقى. احنا دلوقتي عاملين صورة سيركلر، هنحط فيها الايه الصورة اللي احنا جبناها من على النت عن طريق اللينك. طيب بنعمل ده ازاي؟ بنيجي هنا في كود الجافا بتاع الاكتيفيتي، بنقول له، بننده على المكتبة اللي احنا نديناها اللي هي جلايد دوت ويز. هقول له انا هعملها فين؟ هنا في الاكتيفيتي اللي انا فيها دي دوت زيس، ماشي، دي اللي هي الكونتكست. هقول له لود، هيجيب لي ايه اللينك بتاعي. وبعد ما اجيب احطه فين؟ انتو احطه في التارجت بتاعي اللي هو ايه الصورة بتاعتي اللي هي الايمج اللي هي السيركلر ايمج فيو، واقول له سيمي كولون. طيب انا عايز اجيب لينك الصورة، يبقى انا هاجي على اي صوره هنا مثلا اهي، كوبي ايمج ادرس اللي فوق اللينك، لا انا عايز بتاع الايمج، تمام. هاجي هنا كده واقول له ايه كنترول في اخر دوت جي بي جي، اهو كده تعرف ان ده بتاع الصوره، تمام كده، جميل قوي كده، ده الحوار خلص اهو. تعال نرن بقى نشوف الحوار ده. يا جدع اهدى يا جدع، ترن ايه؟ اصبر، صحيح يا السربعه ده اللي مودياك في داهيه. انت لو رنيت على كده يا جدع الصوره دي مش هتظهر. ليه يا عم مش هتظهر؟ الصوره دي منين؟ الصوره دي من على النت. طب هو انت قلت للتطبيق اصلا ان هو عنده صلاحيه ان هو يشتغل على النت؟ اه تصدق نسينا. يبقى نروح على فين؟ على المانيفست. نروح على المانيفست نديله بقى ايه البرميشن ان هو يشتغل بالانترنت، بس كده. اعمل رن براحتك بقى يا عم، هذا الايميليتور بتاعنا اهو. سامي وخش برجلك اليمين، وهذا البنوتة العسولة بتاعتنا اهي، طلعت في شكل ايه دائري ازاي. عايز بقى تخليها في شكل ايمج فيو، يعني صورة عادية ترجعها مفيش اي مشكلة، ايمج فيو. بس ما تنساش هنا ايه تغير دي الايه لايمج فيو، بس كده مفيش اي اختلاف. ودي الصورة عادية هي من غير سيركلر ايمج فيو، يعني ايمج فيو عادية مش سيركلر. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. يلا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.